لكن انا عايز ارجع اتكلم على كرة اليد. هنرجع نتكلم عن كرة اليد، لكن هذه الحلقة إذا كانت بتشير إلى ما حدث في كرة اليد فهي تشير إلى الكثير من البطولات، لأنه فعلا لسه الدولاب مفتوح، لسه الدولاب مفتوح وقابل وفيه مساحة كبيرة لاستيعاب المزيد من البطولات. هو مفهوش مساحة، هو عنده من المرونة أن يتسع ويطور نفسه مع كل بطولة. فهو ملوش حجم. هو دولاب يستوعب. بس انت اكسب ومالكش دعوه. كرة اليد 21-20 في وقت قاتل، الاهلي بيلعب. قلت لك واحنا داخلين واحنا 20-18 ما كنتش مطمن. انا كنت داخل على القناة. كان بقى 4 دقايق. قلت لك اخشى من خبرة الاهلي في التعامل مع الدقائق الاخيرة. انا كنت عضو اتحاد كرة اليد ومديرا للفرقة القومية. وكانت الجزائر بنتجرع منها نفس الكأس، تكسبنا في آخر 30 ثانية وكانه قانون. يعني إذا كنا محتاجين للتعادل نخسر، إذا كنا محتاجين للمكسب نتعادل، يتعادلوا معانا. تفشل في آخر الثواني. هستأذن الإعداد بس يقفلوا السماعة عشان يسمعك يسمع. أشكركم. طب ما تسمعهم هم وتسيبهم. بس أعمل إيه طيب؟ يعني قلنا كتير. كرة اليد بيجي لحظة يا أستاذ إبراهيم، وكنت بقولها كتير، بقول لهم يا جماعة أنت طول الماتش بتلعب ضد النتيجة، يعني أنت بتلعب ضد النتيجة لحد ما تيجي في الدقائق الأخيرة. لو أنت كسبان تبقى بتلعب ضد إيه؟ الزمن. طبعا. لأن لو خلص الماتش في اللحظة دي أنت كسبان. طبعا. يبقى أنت كل مشكلتك إيه؟ تطول زمن الهجمة وهي معاك، تطول زمن الهجمة وهي مع المنافس. انما اتفضل هجمه فاول مهاجم، ايه مبرره ده؟ وحتى ده انا ما اعرفش كان في الدقيقه كام. اهو في الاخر ينتهي بهدف اهو. تدفع الثمن على طول طبعا. هل ده له لازمه؟ وبعدين لا تستطيع ان تصوب نفسك لانك واقف بتلوم نفسك. ما انت بيحصل ايه لما تغلط يعني خطا غير مبرر؟ بتقعد تلوم نفسك. فما علينا، يعني نعتبرها يعني ده الهدف اللي فرقوا بيه. نتمنى انه يعني انت صور الكره كانت معاك. انت المرشح تجيب جول. هما بيعملوا معاك ايه بقى؟ شوف الخبره. شوف الخبره. بيطول زمن الهجمه بتاعتك. بيوقفك بفاولات. انت مستعجل. فدخلت انت دلوقتي لازم تستعجل. فاول عكسي. ولا ايه دي هتتحسب ازاي؟ طيب، اما وانه خلاص دي ضربه الجزاء وضيع او ضاعت. طيب، اما وانه يا باشمهندس حدث اللي حصل وخسر الاهلي لقب السوبر بفارق هدف. الاهلي مقدم بكره على افتتاح بطوله افريقيا لكره اليد رجال وسيدات. كان يهمه طبعا يدخل البطوله الافريقيه بروح معنويه عاليه وبلقب سوبر. هي خساره، خلي بالك انت بتخسر بفارق جون. وارد يعني وارد ضربة الجزاء دي كانت تيجي تغير نتيجة المباراة كلها. ايوه. لكن برضه ما هو مش مفهوم يعني. يعني وكرة في العارضة طيب خلاص دي اتحطت يعني بره ولا يعني عليت. هارد لك والنبي ده كلام. خسران خسرت البطولة طبعا. احنا كنا في الاستوديو يا جماعة ما شفناش المناظر المؤلمة دي. خسرت البطولة هارد لك للاعيبة الأهلي، لكن ده المفروض يكون دافع قوي ليهم جدا للتعويض في البطولة الأفريقية. اليد في النادي الأهلي مش أقل قيمة وتأثير وروح من أبطال الطايرة العظماء جدا هذا الموسم رجال وبنات، من أبطال كرة القدم أبطال الدوري واللي بينافسوا على الكاس، أيضا من لاعبي كرة السلة. فأتمنى إنه ما حدث في مباراة السوبر من هذا الفقدان لكأس السوبر يكون دافع قوي يا باشمهندس لبطولة أفريقيا ابتداء من افتتاح البطولة بكرة إن شاء الله. يعني نستفيد بقى وخلاص من الدرس. لكن اللي يضايقك إن المباراة كانت سهلة. وأنا قلت لك طول ما هي ماشية جون بجون خطر، لأن اللي بيبقى متقدم في اللحظة الأخيرة أنت وبختك بقى. فيعني أنت تعمل فاول عكسي وبعدين يجي لك ضربة جزاء تهدرها بغرابة شديدة جدا. ده دليل برضو توتر. ما دي الخبرات بقى.
وادي كرة في العرض. طيب الأهلي وهو يواصل حصد البطولات والألقاب حتى وهو بيخسر لقب السوبر لكرة اليد، بتستمر مسيرة بحثه عن البطولات.